السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي بدأ بتنفيذ عمليات استنزافية برية خطيرة في داخل عمق قطاع غزة، وهي مستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. الجيش الإسرائيلي هو الذي أعلن عن بدء توسيع عملياته البرية. CNN الأمريكية، موقع أكسيوس الأمريكي، بالإضافة إلى CBS نيوز الأمريكية، كلها تحدثت عن هذا التطور وعن هذا التصعيد البري الخطير. وطبعا الجانب الإسرائيلي هو بدأ يصل وبدأ يهيئ لهذه المرحلة منذ الأسبوع الماضي، وبدأ بتنفيذ عمليات وعدد من العمليات التي شاهدناها وتحدثنا عنها سابقا. فالجيش الإسرائيلي قام على سبيل المثال بعملية اختراق بسيطة من خاصرة قطاع غزة باتجاه شرق خان يونس بجرافتين ودبابة دمرت بالكامل. قتل جندي إسرائيلي وجرح 3 جنود إسرائيليون، وطبعا انسحبوا. وبعد ذلك أيضا قاموا بعملية هجوم أيضا أخرى، هذه المرة بخمس دبابات وجرافتين باتجاه شمال قطاع غزة. تقدموا عدة أمتار إلى داخل قطاع غزة طبعا، وكانت الجرافات تعمل من أجل أن يجعلوا وأن يخلقوا مسارات للدبابات الإسرائيلية للقيام بهجوم بري طبعا مستقبلي تهيئة لمرحلة قادمة للهجوم. ولكن فجأة تطورت الأمور في 48 ساعة الماضية، وجاء الجيش الإسرائيلي ليقوم بعملية هجوم من البحر المتوسط وبإنزال خطير باتجاه رفح. وكانت هنالك لقطات قد نشرت من قبل الجيش طبعا الإسرائيلي في عملية تقدم وإنزال خطيرة للغاية طبعا في باتجاه رفح. وإذا ما ألقينا نظرة الآن عن طبيعة ما نشر من قبل الجيش الإسرائيلي، لنلقي نظرة الآن على شاشة الكبيرة، سنلاحظ كيف أنهم بدأوا بقصف هذه المنطقة بهذا الشكل المكثف. قصفوها، فاجأوا الجميع طبعا في عملية أيضا أثناء هذا القصف كان هنالك إنزالا كما تلاحظون، وظهر الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وهو قريب من نقطة معينة يقوم باشتباكات طبعا مع حماس مباشرة. وطبعا هذه تعتبر مفاجأة كبيرة لم يتوقعها أحد، لأننا عندما نتحدث عن رفح نتحدث عن المساعدات، منطقة آمنة طبعا للمواطنين الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة. وإذا ما أخذنا صورة من اللقطات التي رأيناها قبل قليل، تلاحظ من طبيعة السياج، من طبيعة الأرضية مقارنة بهذه الأرضية. أنت أمام أرضية عشبية، مثل هذا السياج طبعا هو يعتبر كملعب مثل ملاعب كرة القدم على سبيل المثال. وأيضا تلاحظ بعد مسافة ترى بأننا أمام نوع من المنطقة الأخرى المسيجة طبعا، وأن هنالك عددا أيضا من المستودعات الواضحة والمميزة في هذه المنطقة، وواضح من الأرضية من وجود الجيش الإسرائيلي كما تلاحظون هنا الجنود الإسرائيليين في المنطقة التي تسللوا بها طبعا أو تسللوا لها، يحتمون بالملعب ويقومون بالاشتباكات. تلاحظ من الأرضية بأننا أمام الساحل، المنطقة قريبة جدا من ساحل البحر المتوسط، وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي وبسرعة مثل هذه المنطقة، إن قمت بجرد تفصيلي لها سترى أن هذا الملعب مثل هذا التفصيل موجود هنا كما تلاحظ في رفح، منطقة قريبة للغاية طبعا من الحدود المصرية. وكما تلاحظون إذا ما توقفنا هنا ستلاحظ هي طبعا نفس السياج، فعلا هو ملعب كرة قدم وكل شيء متطابق مما رأيناه، ولكن بعض المستودعات غير حاضرة مثل المستودع الذي يأتي هنا أو المستودع الحاضر هنا. هذا بسبب أن الصورة قديمة تعود إلى عام 2022 وتحديدا في مايو، بالتالي مع التحديث هذه كانت موجودة مع الصور الأخيرة، ولكن كل شيء متطابق وواضح بأننا قريبين أيضا من الساحل. والإنزال الإسرائيلي كان هنا، لكن هذا الإنزال كان محدودا جدا، قاموا باختراق ومن ثم انسحبوا، ضربوا المنطقة بالكامل، ولكنه هو الذي هيأ للعمليات البرية الخطيرة التي شاهدناها في 48 ساعة الماضية. كانت هي بداية العملية الخطيرة التي بدأوها باتجاه شمال قطاع غزة. الذي جرى في شمال قطاع غزة، فجأة إسرائيل قامت بقطع الاتصالات تماما عن شمال قطاع غزة، قطعوا الاتصالات عن المنطقة الوسطية والجنوبية في قطاع غزة، بل عن العالم بأكمله. لم يعد أحد قادر على عملية الاتصال بأي أحد موجود في قطاع غزة، وطبعا لا كهرباء، هنالك موارد قليلة جدا موجودة في هذه المدينة أو في شمال قطاع غزة. وبدأوا بعمليات ضرب عنيفة للغاية بالطائرات وبالمدفعية، ضربات هائلة لم تشهدها غزة يعني منذ سنين طوال، ضربات عنيفة استخدمت فيها أيضا قنابل مخترق القبو بالنسبة للجيش الإسرائيلي المتخصصة في ضرب المنشآت
تحت الأرض وفي حالة قطاع غزة. طبعا هم يستهدفون أنفاق حركة حماس بشكل مباشر، وما هو مثير بأن السفن الإسرائيلية كانت أيضا حاضرة في عملية الاستهدافات. قامت هذه السفن أيضا بتوجيه ضربات عنيفة إلى غرب بيت لاهيا أيضا. ومع هذا القصف طبعا الفصائل الفلسطينية واضح مع ملاحظتهم ما جرى في رفح، وجدوا بأنهم قد يكونون أمام هجوم من هنا وإنزال آخر من الجانب الإسرائيلي في عامل مفاجأة ومباغتة من البحر المتوسط. ولكن إسرائيل اكتفت بعملية الضربات واستخدمت فجأة وبدأت تهجم من المناطق المتوقعة بريا باتجاه طبعا بيت حانون هنا، وأيضا قاموا بعملية التقدم باتجاه جباليا والشجاعية إلى شرق غزة، وأيضا قاموا بعملية التقدم أيضا مرة واحدة باتجاه وادي غزة إلى شرق البريج التي ترونها هنا مخيم النصيرات. وطبعا هذه كلها منطقة هي تعتبر من المناطق التي طلب الجيش الإسرائيلي بشكل واضح من المواطنين المدنيين أن يقوموا بالانسحاب من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة طبعا جنوبا، لأن هذه كلها ستتحول إلى منطقة عمليات. وواضح من التقدم الإسرائيلي الذي جرى في 48 ساعة الماضية طبعا أنهم يريدون قطع هذا الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة غزة بالمناطق الوسطية والجنوبية، بالتالي التقدم واضح. ولكن طبعا الفصائل الفلسطينية كانت حاضرة جدا مستعدة تماما لهذه المواجهة، فالفصائل الفلسطينية بصواريخها المضادة للدروع وإمكانياتها والأنفاق التي تتمتع بها التي طبعا تفتح بابا كبيرا جدا لطبيعة الدفاع الذي يحققونه ضد الجانب الإسرائيلي، تمكنوا فعلا من عملية اصطياد عدد من الجنود الإسرائيليين وتمكنوا من تحقيق نتائج جيدة على المستوى الدفاعي. ولكن المثير بهذا الأمر أن الجيش الإسرائيلي لم يكن يهدف لعملية تقدم بري شاملة تجاه شمال قطاع غزة، لا أبدا، هم يقوموا بموجة أو يقومون بموجات من الهجمات، عمليات برية محدودة. دخلوا إلى القطاع، قاموا بهذه الضربات والهجمات، وبعد ذلك انسحبوا، وبعدها جاءت 450 هدفا ضربتها إسرائيل بعد أن ضربت 150 هدفا أساسا مع بدء هذه العملية والضربات التي تحدثنا عنها. ومرة ثانية قاموا بالاقتحام أيضا، وهكذا إسرائيل تقوم بالاقتحام لمسافة وتنسحب، تشتبك مع الفصائل الفلسطينية، توقع خسائرا أو قدر الإمكان أكبر خسائر ممكنة بالفصائل، تضرب النقاط الدفاعية الخاصة بها، تستطلع القوة وما هي مكامن القوة والضعف الموجودة لدى حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في هذه المنطقة، وبعد ذلك تنسحب وتضرب المنطقة وهكذا. وبهذه الطريقة يقومون باستنزاف الفصائل الفلسطينية شيئا فشيئا، وخاصة واضح أن الفصائل الفلسطينية الآن كل سلاح يستخدموه لن يعود أبدا، ليس هنالك إنتاجا، ليس هنالك تسلما لأي صاروخ من أي مكان آخر، كل شيء مقطوع عليهم طبعا عبر المياه وعبر البر وعبر الجو أيضا، كل شيء مقطوع، وبالتالي هذه القوة محاصرة حتى لحظة انتهائها. هذه هي الحقيقة التي تعمل عليها إسرائيل، الاستنزاف التام. وحتى أن عملية الهجوم والانسحاب بهذا الشكل من عدة محاور مختلفة هي أيضا تخلق تمويها من الجانب الإسرائيلي بأنه يهجم وينسحب يهجم وينسحب، وبالتالي بهذه الطريقة لن تعرف الفصائل الفلسطينية متى ستقوم إسرائيل بالاندفاع مرة واحدة للسيطرة على هذه المنطقة طبعا بأكملها، وهو الذي طبعا يغير الكثير من الأمور. بالتالي الفصائل الفلسطينية لا تعرف متى ستكون ساعة الصفر بالنسبة للجيش الإسرائيلي وسيتقدم فعلا للسيطرة. ولكن باللحظة التي تتقدم فيها إسرائيل للسيطرة فإنها ستسيطر بشكل طبيعي على بيت حانون، وكذلك أيضا على بيت لاهيا، وكذلك جباليا، وأيضا التقدم مباشرة للسيطرة أيضا على منطقة الرمال في ظل الإنزالات التي تحدثنا عنها عبر المياه. وبالتالي الرمال هي تعتبر طبعا عاصمة مهمة جدا، وتعتبر العاصمة الإدارية لمدينة غزة، وأيضا في نفس الوقت الهجوم يجب أن لا ننسى من هذه المنطقة الفارغة التي تعتبر جزءا مهما من وادي غزة للسيطرة على هذا الطريق الذي تحدثنا عنه. بالتالي شيئا فشيئا ترى بأن إسرائيل بالتحقيق فقط السيطرة على هذه النقاط والهجوم باتجاه الشجاعية سيحاصرون غزة وسيحاصرون الفصائل الفلسطينية في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا يتحقق لهم المنطقة الآمنة. لاحظ هذه المنطقة الآمنة أو العازلة كما يطلقون عليها، البفر زون، من أجل منع الفصائل الفلسطينية من تحقيق أي اختراق على الداخل الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال، ومن ثم ينقضون عليها. وطبعا
هنالك أيضا قدرات يجب أن لا ننساها بأن قوات الكوماندوز أو يقومون بعملية إنزالات مفاجئة في البيوت بين البيوت ليحددوا بالضبط أين تتواجد الفصائل الفلسطينية ليقومون بعملية استهدافها. وطبعا فكرة عملية الموجات الهجومية أو العمليات البرية المحدودة للجيش الإسرائيلي التي تنفذ حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها هي فكرة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، هو الذي نصح الجانب الإسرائيلي باتباع هذه العملية بحسب مسؤولين أمريكيين صرحوا للنيويورك تايمز. هذه هي فكرته وهي تطبق الآن بشكل واضح، وهي أيضا تتناسب مع العمل الأمريكي وانتشار الولايات المتحدة الأمريكية وقواتها في منطقة القيادة المركزية الوسطى. فجاءت الأنباء واضحة من تانكر تراكرز يوم أمس بأن USS دوايت آيزنهاور تعدت هذه المنطقة التي ترونها وهي مضيق جبل طارق، تعدته تماما وبدأت تتجه باتجاه البحر المتوسط، وأساسا حاملة الطائرات الأمريكية من المفترض أيضا أن تتجه باتجاه البحر الأحمر وتتجه بعد ذلك مباشرة إلى بحر العرب أو خليج عمان، ومعلومات نشرت بأنها يجب أن تكون متواجدة في الخليج العربي باتجاه إيران صدق أو لا تصدق. وبالتالي هذه حاملة الطائرات الأمريكية لم تصل حتى هذه اللحظة إلى منطقة العمليات، وهذه صورتها وهي أو صورة هذه الحاملة الطائرات وهي تعبر طبعا مضيق جبل طارق ومعها طبعا عددا من المدمرات الأمريكية. ويجب أن لا ننسى أيضا غواصات نووية عادة لا يعلن عنها هي تسير معها حاملة الطائرات العملاقة الأمريكية. طبعا دوايت آيزنهاور التحشيدات طبعا الإسرائيلية كبيرة للغاية كما تلاحظون من لقطات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية. هذه التحشيدات هي تعني ببساطة بأنهم التحشيد ليس يعني الهجوم مباشرة، وإنما هم يتجهون في حقيقة الأمر إلى هذه التحشيدات تتجه إلى منطقة يطلقون عليها منطقة التجمع ثم الانتظار ثم الهجوم. وبالتالي بعض اللقطات تظهر وهم في داخل قطاع غزة، بعض اللقطات تظهر وهم خارج قطاع غزة، وبالتالي ليس واضحا ما الذي يجري على الأرض بسبب المعارك الكبيرة المستمرة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. ولكن مثل هذه الضربات التي رأيناها مؤخرا على قطاع غزة هي التي تفتح الباب للتحشيدات الإسرائيلية التي رأيناها لتنجح في عملية تقدمها. بالتالي الأمور خطيرة للغاية، معركة دموية كبيرة واستنزاف هائل جدا من كل طرف. طبعا الوور مابر وهي واحدة من أهم المواقع اليوم نشرت خريطة مفصلة لطبيعة التقدم الإسرائيلي، وبشكل مثير من الصورة التي نشروها. وإذا ما اقتربنا من شمال قطاع غزة ستلاحظ بأن وور مابر يوضح بأن إسرائيل تقدمت ولا زالت موجودة في هذه المنطقة، لا تسيطر عليها لكن هي منطقة اشتباك وهي لم تتقدم لتنسحب منها كما هو الحال مع بيت حانون وغيرها من المناطق التي تحدثنا عنها. وهذا التقدم طبعا جاءت من خلال أيضا صور أخرى أن الجيش الإسرائيلي يتقدم وهذا هو البحر المتوسط باتجاه قطاع غزة، وترى الاشتباكات هنا. ليس واضحا ما مدى سيطرة الجيش الإسرائيلي، ولكن الوور مابر وغيرها من المصادر توضح بأنهم متواجدين في تلك المنطقة، قد يكون الاتجاه إلى منطقة الرمال بكل تأكيد. لكن الفصائل الفلسطينية لا تكتفي فقط بالدفاع القوي الذي تحققه الآن في قطاع غزة، لا أبدا، بل إنها بدأت تهاجم الجانب الإسرائيلي وفي عمق إسرائيل. وصدق أو لا تصدق إحدى الهجمات هي جاءت باتجاه ديمونة، والكل بدأ يتحدث عن هجوم صاروخي باتجاه مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الأوساط الإسرائيلية تحدثت عن هذا الهجوم طبعا يوم أمس كما تلاحظون بهذه الطريقة، وحركة حماس تبنت هذا الهجوم الصاروخي على ديمونة. وإسرائيل أساسا بحسب تقارير كثيرة بحسب الويكيبيديا كما تلاحظون إسرائيل تمتلك حوالي من 75 إلى 400 رأس حربي نووي من الرؤوس النووية التي تمتلكها بشكل رسمي. هي لم تعترف بهذه المسألة، ولكن هذه المعلومات من وثائق أو من مصادر موثوقة طبعا التي تحدثت عن هذه المسألة. بالتالي نحن بهذا المدى، وبالتالي ضرب مفاعل نووي مثل مفاعل ديمونة هو أمر خطير للغاية. ومفاعل ديمونة لكي نعرف أولا بأن مدينة ديمونة هي موجودة هنا، ولكن المفاعل يأتي هنا على مسافة ما يقارب 12 كيلومترا فقط. حديث حماس وحركة حماس بأن الهجوم الصاروخي هو جاء بهذا الشكل على ديمونة، أي أن هذه الصواريخ
قطعت أكثر من 70 كيلومترا، فهذه المسافة من ديمونة إلى الحدود مع قطاع غزة تأتي المسافة الخاصة بها تقريبا 68 كيلومترا، وهنا 12 كيلومترا، يعني نتحدث عن 80 كيلومترا. وبالتالي هذه الصواريخ انضربت مفاعل ديمونة بهذا التهديد بهذا الشكل الكبير، يعني بأن حركة حماس رغم كل الضغط الذي تتعرض له إلا أنها تقول بأنني أستطيع الوصول إلى مفاعل ديمونة وضربه، وبالتالي إسرائيل قد تتعرض إلى شيء كبير، وحتى المنطقة بأكملها إن ما تحقق مثل هذه الاستهدافات أو تحققت النجاح في مثل هذه الاستهدافات. كذلك أن الفصائل الفلسطينية وأيضا الجانب الإسرائيلي اعترف تماما بهجوم وبإنزال قد تم في منطقة إيرز التي ترونها هنا. طبعا هذه هي بيت حانون وهذه هي المستوطنة أو البلدة الإسرائيلية التي ترونها طبعا، وعملية العملية لم تكن عبارة عن إنزال جوي، لا أبدا، هي كانت عبارة عن عملية تسلل من داخل الأنفاق، إحدى الأنفاق مؤدية بشكل رسمي كما فعلت حركة حماس طبعا سابقا في السابق بأن لديها نفق سري يمتد إلى داخل الأراضي والمواقع الإسرائيلية، وفجأة ظهروا من إحدى الأنفاق الموجودة بالقرب من هذه طبعا البلدة الإسرائيلية، وظهرت الفصائل الفلسطينية وبدأت تتسلل وتشتبك مع القوات الإسرائيلية لتقترب من هذه البلدة طبعا، وهذه جاءت طبعا كخطة وكحركة سريعة للغاية خلف التحشيدات وخلف خطوط التحشيدات الإسرائيلية التي تهاجم بيت حانون. وبالتالي فاجأوا طبعا الجانب الإسرائيلي، ولكن الجيش الإسرائيلي قال بأنهم تمكنوا من القضاء على هؤلاء العناصر من الفصائل الفلسطينية، ولكن هي أيضا رسالة من جانب حركة حماس بأنها تمتلك الكثير والكثير من الأنفاق التي تمتد إلى العمق الإسرائيلي، والتي من الممكن أن يظهر هؤلاء المقاتلين في أي نقطة قريبة من أي بلدة إسرائيلية لكي يتسللوا ويحققوا مثل هذا الإرباك الكبير. بالتالي حركة حماس لديها الكثير لتقدمه في هذه المعركة رغم كل الضغط الذي تتعرض له، وهذا أول اختراق يعتبر بعد كل ما جرى في 7 أكتوبر من اقتحام ناجح للفصائل الفلسطينية في داخل العمق الإسرائيلي. وطبعا التهديدات الدولية مستمرة، جانب الإيراني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال بأن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء، وهذا قد يدفع الجميع للتحرك. الفصائل الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في العراق لا زالت تصعد ضد القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، وآخر استهداف كان باتجاه طبعا قاعدة الشدادي الموجودة في الداخل السوري. الفصائل العراقية مرة أخرى أعلنت عن أنها هي التي استهدفت هذه القاعدة، وهذه ليست المرة الأولى. وأيضا أن الجانب السعودي في قلق كبير من حرب إقليمية قد تجري في هذه المنطقة إذا ما تصاعدت الأمور طبعا باتجاه قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي. جاء موقع أكسيوس الأمريكي لكي يكشف بأن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان طبعا قام طبعا بعمليه بانه سيقوم بعمليه زياره يوم غد، وزير الدفاع السعودي يوم غد الى الولايات المتحده الامريكيه، وخلال طبعا هذه الزياره سيقوم بعملية زيارة والمقابلة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وكذلك أيضا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وأيضا مستشار الأمن القومي ألا وهو جيك سوليفان، وأيضا سيلتقي وزير الدفاع السعودي بعدد من الأعضاء الموجودين طبعا في مجلس الشيوخ الأمريكي. بالتالي هذه الزيارة السعودية تعتبر مهمة للغاية من أجل ترتيب الأوراق، ترتيب الأوضاع، ومن أجل إيجاد حل قد يكون بمشاركة إيرانية أو غيرها. ولكن حتى هذه اللحظة الأمور لم تصل إلى طريق حقيقي في حل هذه المشكلة، ويبدو بأن إسرائيل ذاهبة لهذا الاقتحام بشكل كبير إلى داخل قطاع غزة.